أمي ليك ارتاحي شوي بقى، على الأقل نحن عرفنا إنه هن طلعوا باليخت. إيه أمي، واحتمال هن مراجعين خلص شحن موبايله وصار في عطل بميتور اليخت. عادي هيك شغلات بتصير. ابني بس في لاسلكي باليخت، ممكن يكون اللاسلكي كمان مضروب ما هيك؟ شو معناته هالحكي هادية؟ كل هالسنين ما صار معنا شي وكل شي مصايب اجوا هيك ورا بعضهم اليوم، معقول هالشي هاد؟ يا أمي هاي الشغلات واردة وبتصير ما هيك؟ نحن ما فينا نعترض على القضاء والقدر أمي، وإذا صار كل شي ورا بعضه؟ كله بسبب فاتن مرت عمك، عيون النحس يبلاها بقلع عيونها، عينها صابتنا. أول ما يطلع الضوء منطلع مندور عليهم وإن شاء الله منلاقيهم. ابني أعصابي تلفت وما فيني استنى، خلونا نخبر الشرطة ليروحوا يلاقوهم فورا. أمي الفترة اللي غابوا عن البيت قصيرة كتير، يعني الشرطة ما رح يتدخلوا كرمال هالحالة، رح يستنوا لحتى تمروا 24 ساعة. أما لأسيلة عم تدقلك. ألو؟ أهلين. لا 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 لسه لهلأ ما رجعوا، ونحن كمان ناطرينهم. لا لا تذكريني دخيلك، والله كمان ضغطي ارتفع من الشي اللي صار. صباح النور. شو كأنه بردان كتير بالليل لحتى لزقت فيني؟ ايه أخذت برد كتير لهيك قلت بقرب شوي، لا تواخذيني إن شاء الله ما أكون أزعجتك. طبعاً أزعجتني بس سامحتك هالمرة. شو رأيك نتصل بالروم سيرفيس لحتى يبعتولنا كاسة لبن ماعز؟ شو رأيك؟ دم خفيف ومزح بايخ. ايه بعرف هالشي هاد. يلا أمشي. بهدلنا بالنومة. زودياك مو هون. زودياك مو هون؟ شلون يعني زودياك مو هون؟ وين راح؟ لك ما ربطته منيح مو هيك؟ لك العنزات قطعوا الحبلة. لا تلوم العنزات. لك يا احيانا بيوقف عقلي على الاخر، شو هالحظ يا؟ مو ليكون في عقل اصلا؟ يا ربي كان لازم اعمل هالحساب.
شرفي شرفي، ها هاي العنزة قاطعته، وينه؟ ها ليكي، هن بيحبوا هالقصص شايفة؟ أوف، هن بيحبوا يقرمطوا كل شي بسنانهم. أوف، ما كان رح يحصل خير هاي. لو نسيت تربطه. ها مراد نفدنا، في ناس هنيك. لك وقفي شوي، شو عم تعملي انتي؟ بالأول خلينا نشوف مين هدول وشو قصتهم وشو عم يعملوا هون. ليكي أشكالهم، خلينا نتأكد بالأول. رؤي منراقبهم. قديش نراقب بالضبط مثلا؟ يعني نستنى ونخلي الفرصة الأخيرة تروح من بين إيدينا؟ يلا خلينا نطلع. هلا أنت تعالي لا تنفعلي، خبيري حالك، هالمكان خطير ونحن لازم ندير بالنا شوي، يعني بس لحتى نعرف مين هن. عم تحضر أكشن آخر فترة؟ شو رح يكون الجماعة جايين ياخدوا عن ذاتهم؟ تمام، مع هيك خلينا نستنى شوي. والله لا تآخذني، ما رح خليهم يروحوا ونضل هون لحالنا. يا شباب كيفكم؟ مرحبا، صباح الخير. نحن علقنا هون وعن ذات حضراتكم على الأغلب قرطوا لنا حبل الزودياك، معلش تاخدونا بطريقكم على الشاط لو سمحتوا. مراد تعال تعال، العن ذات إلكم صح؟ وقف وقف وقف، انت شو عم تعمل؟ طول بالك، بس ثانية بس ثانية خليني اشرح لك. نحن نبنا جوا وكمان ما لقينا الزودياك، عبدوا عن ذات واخذوا هي كل القصة. صدقني نحن ما عملنا شي لحق على العن ذات، هن اللي قطعوا الحبل. خلاص شوي، مو حلوة بحقك ابدا، تفتح لي شنطايتي مو هيك؟ عوافي. اوه على قلبك حبيبتي، لا تقتلنا. حبيبنا هذا كام رصاصة؟ على روسه. ايه يا قليل الادب. بعد مراد، قلي مراد. لا حبيبتي انت ما عم تساعديني ابدا، العمى. لا تواخذني. مسيك اخي مسيك. لك انت شو اللي عم تعمله؟ اه ليش هيك عم تضربني؟ طلبت مني المسدس ورجعت لك يا، ليش تضرب بقى؟ وجعك شي؟ لا عادي بس. ساعدونا، شو ما في حدا هون؟ ساعدونا، ما في حدا هون؟ لك حدا يجي يفكنا، ساعدونا. لك بوس ايدك اسيل ادني، رح يطقوا بقى حاج تعيطي هون، نحن بمكان مسكر. شو هالصريخ هاد؟ خلصينا سكتي، فهميها بقى، ما في مخلوق ممكن يقدر يساعدنا هون، لو سمحتي لو سمحتي. تمام. أوف. بسيطه، لنقول سكتت مثلا، يعني عندك حل حدا يسمعنا؟ شو بتحب ساوي؟ ما بعرف. ما بتعرف؟ حضرتك بدك تفهمني انه مو عارفان شو بدنا نساوي؟ ما عندك خطة لحتى نطلع من هون؟ ما عندي. لك شلون؟ عن جد العمى ما اجدبني، شلون هيك انا ما عندي خطة يعني؟ عن جد يعني انه شلون ينزلوا المفاتيح بالبحر وبعدين تنضرب الكهرباء ويفضل الزودياك كمان، وانه نعصى على جزيرة مهجورة واخر شيء نتاخذ رهائن؟ انا شلون ما خطر على بالي هالقصص كلها؟ لك شلون ما خطر على بالي هالشي وحطيت خطة بالاساس فيها علي؟ انا بعرف ليش وما خطر لك بنوب، لانه حاطط هالتخبيص بعقلك على طول، مساحه الذاكره مو فاضيه لهيك، مو قادره نتفكر بخطه. اسيل اذا بتسمحي عدي للمليون و253 ونص بقلبك. ساعدونا ساعدونا، شو ما في حدا هون؟ ماما كرمالي على الاقل بجيب لك لقمه، ما اكلتي اي شيء. ما بدي اي شيء هلا، تركيني بحالي تركيني. مو معقوله انتي، وينهم هدول لهلا؟ خاله نيفين. أهلين عثمان. أهلين فتون. عثمان ما في أخبار، لسه ما في أخبار، ما رجعوا لهلأ. لا تاكلي هم شي خالي، نحن هون لحتى ندور عليهم. تمام خلص. طيب. رؤي بس وانتي لا تزعلي. أمي أنا حضرت اليخت، ما تخافي أبدا رح نلاقيهم. تمام عثمان كيف؟ أهلين كرم. ليك أنا طالع دور عليهم هلأ، إذا بدك اطلع معي شو رأيك؟ ايه ماشي يلا خلينا نروح سوا. حبيبتي انتي ضلي مع أمك، اتفقنا؟ خليكي قوية. رفيقة أسيل عم تقلي خلوني رد. إن شاء الله يقولوا لنا شي خبر منيح. ألو لميس خانو. ألو مرحبا، نحن صرنا بكوجك هلا. وأنا الصبح وصلت، أنا هلا ببيت أهل مراد. بظن ما في أخبار عندكم؟ ما لا مع الأسف، بس رح نطلع ندور باليخت بعد شوي. طيب ممكن نحن كمان نجي معكم؟ ممكن ممكن طبعا. لكن خلينا نلتقي بالمارينا. ماشي بشوفك، رح نلتقي بالمارينا. حلو نلتقي بالمارينا. وين هالمارينا هي يا ترى؟
ها ليكو. اهلا وسهلا. اهلين وسهلا. مرحبا. اهلين حبيبي. بعرفك، حكيت لك عنه عثمان بيك. لا بلا البيك. عثمان بعرفك حبيبي لؤي. نايس تو ميت يو. شرفت فيك. كرم خطيب فتون اخته لمراد، غصون بنت خالة اسيل. مرحبا. اهلا وسهلا، تشرفنا بمعرفتكم. طيب يا جماعة، إذا خلصنا من فصل التعارف خلونا نقرر شو بدنا نعمل بالضبط. لذلك شو عنا ديتيلز؟ يلي منعرفه إنه مبارحة على الساعة 2 الظهر طلعوا باليخت. لحالهم كانوا يا ترى؟ ايه، جماعة المارينا بيعرفوا مراد منيح، شافون وهنن طالعين على اليخت. حتى قال لي إنه كان رح يسلم عليه بس لما شاف حبيبته غير رأيه. مفهوم، هيك قال بالضبط؟ ايه هيك بالضبط. طيب مراد لما يكون عنده مكان بيتردد عليه وبيحبه، تعرف شي عن هذا المكان؟ في جزيرة من رحلة على طول بس بصراحة. هذا هو، معناها منبلش من هنيك. يلا تفضل من هون. يلا حبيبتي امشي. لميس، هاليخت ما بيغرق ما هيك؟ ليكي أنا بخاف كتير. ما بيغرق، ليش لا يغرق؟ بعدين ما تخافي، أنا بعرف أسبح منيح غصون. بعرف إنك سباحة. أنا مو خايفة من الموت بس خايفة تنكشف كذبتي. شلون يعني؟ قلت له أي بعرف أسبح. طيب أنت ليش لحتى تكذبي هيك كذبة بالله؟ إيه شو قامت؟ مرة كنا عم نحكي هيك حديث قامت مصخر على يلي ما بيعرفوا يسبحوا. إيه ما بعرف شو صار لي، اخترعت له هي الكذبة وقلت له إني كتير بعرف أسبح ونفشت له بريشاتي بوقتها. لك حركاتك هدول رح يجيبوا آخرتي. لا يعني إذا ما بتعرفي تسبحي بشو رح تفرق؟ الزلمة ما رح يرغبك، ما رح يحبك، ولا شو يعني؟ خلي عندك شوية كرامة. لميس شو علاقة الكرامة بهالحكي؟ بدك إياه شوفني أقل منه؟ حذر إيش لميس؟ أنا حاولت أتعلم السباحة من زمان بس ما كنت أقدر أغلب هالفوبيا تبع المي. طيب ماشي، شو رح تعملي معناتها؟ ما بعرف، أنت خليكي جنبي بس. ماشي فهمت. يلا حبيبتي، يلا حياتي، يلا يلا. كمان بيبي. قصة أسيل هي أثرت فيكي كتير، خليني كتير والله. بس خلص لا تبالغي، ريلاكس. مو قدراني اقطع. كملي اذا ضليتي عم تحاولي بيقطع ان شاء الله. خلاص بيقطع. برايك شو رح يعملوا فينا؟ بالكتير بيقتلونا، وهذا الاحتمال كتير ضعيف. يعني الجماعه شو عم يعملوا هون يا ترى؟ وليش هاي الجزيره؟ وليش ربطونا هون وحطونا وما قتلونا دغري؟ فمنستنتج انه الجماعه ما كتير مهتمين فينا، يعني هن عندهم شغل بيخلصوه وبيمشوا. الاحتمالات المنيحة بتهرب مني، وانت عطول بتقلي فكري بشغلات حلوة. لك انا بس فكر بشغلة منيحة بصير معي العكس تماما، وبتكرج الشغلات البشعة واحدة ورا واحدة، كأنه ما في غير اسيل ليصير معك كل هالبلاوي. خايف كتير، شو رح تكون اخرتنا؟ اسيل اسمعيني. لو سمحتي عن جد اهدي شوي بقى، تمام؟ لا تخافي وتركك من التفكير السلبي. لو سمحتي لا تكوني متشائمة، أنا ما بسمح أنه يصير لك شيء، تمام؟ خلص وثقي فيني. يا ظالمة أنت، يا ظالمة أنت اللي قربت الحبل تبع الزودياك. أنا بورجيكي بسلامك. إذا ما بشويكي بس أطلع من هون ما بيكون اسمي مراد. بتشوفي؟ وقف، خطرت لي فكرة. شو؟ فتونة تعالي، تعي يا عمي أنتي، تعي يا روحي، تعي 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 لعندي. تتذكري إنه أنا مبارح عطيتك بسكوتة؟ تتذكري ما هي؟ يلا تعالي، بدي أطلب منك طلب بالمقابل. تعي تعي يا أمي يا روحي أنتي يا عيوني. اسمعي، متل حبل زودياك قربتي الحبل هنيك، تعالي قرطي لنا هالحبل اللي هون. تعي والله نفس الطعمة ويمكن هاد أطيب. أنا أمك بكذب عليك شي؟ شوف أنتي بتحكي مع الحيوانات، طلعتي رح سميك الست الهامسة للمعزاي. مع حلزون قضيت فوق 3 سنين صرت أعرف لغتهم. يلا يا روحي، يلا يا أمي. قطعته الله عن جد. ايه والله والله قطعته. شكرا كتير إلك يا الله. يا شو ذكية، شو هالقصة هاي؟ لك دخيل عينيك انتي.
أعطيني بوسك. تاخذي العقل فتونة بتجنني. أنت بوسك. تعي أنت لعندي مع زوجتي. تعي. يلا. شو عم يعملوا هدول؟ مخدرات، تجارة مخدرات. إيه؟ مثل ما تخيلت بالضبط، معناها هون عم يخبوا المخدرات. شو تعمل؟ ليش عم تطلع لك هلا؟ إذا شافوك بيقتلوك، شو مجنون أنت؟ شو ناوي تموت؟ تمام تمام، اهدي خلاص، اهدي شوي. طيب هنن من امبارح ما في أخبار عنهم، شلون الشرطة ما بيعتبروا هالشي سبب؟ ما عم أفهم. يا بيبي خلص اهدي، دونت وري، الشرطة عندهم حق. إذا كل ما اثنين اختفوا بدهم يتدخلوا بالقصة، معناها ما كان خلق النسل الجديد. أسيل بأمان مع مراد، لا تخاف. إيه طبعاً أنا متأكدة إنها بأمان، يعني قاعدة جنب واحد كان السبب بأنه كذبت على أعز رفقاتها حتى استغلها كرمال مصلحته واستغل نقاط ضعفها، يعني شلون بدنا نوثق فيه بالله؟ حياتي لو أي معه حق لازم يكون في بإيدنا دليل قاطع على أنه حياتهم معرضة للخطر، وإلا مجبورين نستنى 24 ساعة. الياخد تبع مراد هون يا جماعة. ياخد مراد؟ وينه؟ مراد! أسيل! أسيل! مو مبينة. أسيل! 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 مراد! لا، ما عم يسمعونا. أسيل! أنا بتمنى ما نشوفهم بوضع مخل بالأخلاق، لأنه هاي القصة رح تكون أزمة كبيرة وتأثر. هالوضع خطير له أي. أسيل! أسيل! نحن جايين. للأسف حياتي مو هون الاثنين. كيف يعني؟ شلون هيك بيروحوا وبيتركوا اليخت؟ روحي لميس يلا. خلينا نشوف احنا تمام. تمام انا رح اسحبك. امسكي ايدي. تعي امسكي ايدي. تعي شوي شوي. ما تخافي. ما تخافي. تمام تمام انتي عندي. يلا امشي. لو سمحتوا يا بنات بلا توترات، شو هذا يا الله؟ شو اللي صاير هون؟ استنوا دقيقة، هدول مو تياب أسيل؟ لك هذا مو دم؟ أحسنتي، دم. لازم نتصل بالشرطة، مو هيك؟ لازم يصدقونا هلأ بقى. مزبوط، يلا فورا رحتوا. هاي الخالة نيفا. عثمان، أصحك تحكي لي عن اللي صار هون، بعدين رح يخافوا كتير بتعرف. قالوا إيه خالة نيفا؟ عثمان ابني شو صار؟ شو صار معكم؟ احكولي، قدرتوا تلاقوهم؟ في اي شيء جديد ابني؟ هو الصراحة لسه ما لقيناهم، عم ندور. شو صار معهم؟ لقوا الأولاد ولا لقوا؟ ما لقوا. ليك ابني عائلتها لأسيل كمان اجوا لعنا هلأ. شو؟ عائلة أسيل موجودة عندك؟ ايه هنن كمان ناطرين الأخبار الحلوة اللي رح تجي منكم. يلا لشوف. تمام تمام خالي نيفين، أول ما نعرف شي بخبرك مباشرة. طبعا يا روحي. طبعا يلا إن شاء الله. يا أكيد إن شاء الله. باي باي. يلا يلا يلا. ما ضيفناكم أي شي، تفضلوا. ايه عم بيدوروا طبعا. ماشي الحال، شايفة على الحظ شلون تعرف يلاقوهم. تفضلوا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اتصلت بالشرطة، ليكن رح يجوا. المفاجأة الحقيقية، بيت خالتي موجودين بجوجك وعند أمه لمراد هلا. كيف يعني؟ هن شو جابون لهون اصلا؟ شو هالمصيبه؟ ليكن هني؟ لازم نهرب من هون. نهرب؟ شو نعمل، نسرق الزودياك؟ نسرقه ايه؟ برايي كمان الظروف مواتيه، القبطان هنيك مع العنزه، شو عم يعمل؟ عم يلعبها؟ تمام، ليكي الباقيين كمان مشوا يلا. شو نهرب؟ ليه؟ عم يحكوا علينا، عم يطلعوا لهون. ليك عم يأشر لهون، اكيد عم يقلوا عنا. خلص ما في داعي، تقري نواياهم وحركاتهم ابدا، ما في لزوم للمجازفة، برأيي خلينا نطير هلا، أنت جاهزة؟ جاهزة. طيب قولي لي بتحبي تسبقيني؟ ما بحب ابدا. تمام معناها يلا. اه يلا يلا يلا. على مهل على مهل. ولا صوت.
بدخيلك يا رب يشتغل. لا تأخذ السودة، أخذ السودة، لا تأخذنا، لا تأخذنا أمانك. ايه والله الحمد لله نفتنا. نفتنا. انا لهلا مالي مصدق حالي، لسه في قلق. ولك خلصنا منهم بعجوبة، عن جد خلصنا.